هذه المعاناة. هذه صار لكم ايش قد على هاي الحالة؟ 14 يوم وهاي القرية عايشة على هاي الحالة. مسواقهم وأنهم أغذيتهم ما يقدر يعبروها غير بالزوارة. الله المستعان. وهذه مثل ما تشوفون منطقة كاملة بالكامل، فقط المنازل كما هو معتاد عند القرى والأرياف يبنون المنازل على أعلى مرتفع في قطعة الأرض الزراعية اللي يمتلكها، بالتالي هذا الموضوع خدمهم هو سواء كان محسوب أو لم يحسب مسبقا، فهذا الموضوع خدمهم بتجنب ارتفاع المياه ووصولها إلى المنازل. بعض المنازل أكيد قريب منها الماء كلش، ومثل ما أنا أشوف ويمكن إذا تركزون بالتصوير أكثر، هذا الحقل مال الأبقار قريب من الماء تقريبا ب 20 سنتيم فقط مع هذا المنزل والمنزل المجاور، بالتالي أي ارتفاع على هذا المنسوب سيكون هذا المنزل بكافة محتوياته وممتلكاته في خطر محدق. نسأل الله السلامة والحفظ وأن يعوضهم خير مما فقدوا.